السلام عليكم، اخيرا يا شباب، اخيرا. يلا شوف بتاج عطى موسيقى قويه. هاي يلا اوكي، شكرا. الموسيقى ابو كلب، الله مولع خيو مولع. طبعا يا شباب ما يحتاج اتكلم كثير، تعرفون اخر مقطع كيف جلدت سكوات كامل وجبت الجيم. عشان كذا يا جماعه انا قعدت افكر شنو المقطع هذا، شنو اخلي المقطع هذا عشان لا يكون مقطع ممل مره ثانيه. ابو فلا يجلد سولو ضد سكوات، بس يا اخي احسها مره سهله خلاص، يعني ايزي بيزي. بس يا اخي احسها مره سهله خلاص، يعني ايزي بيزي. يمينا بالله اني مولع يا شباب. فقبل هذا يا شباب لا تنسوا زر اللايك اذا استمتعتوا بالمقطع. خلينا نخش يا شباب نجلد كالعاده. قبل لا ادخل بالجيم يا شباب، اتذكر نظام اللعب في ببجي، تجلد بالبداية، آخر الجيم تروق شوية، تزبن يا رجال، بعدين تروق وبعدين تجلد آخر سكواد. Let's go. لا يا لا لا، وضعي سيء يا جماعة، نزول غير موفق بتاتا، والآن سأنجلد جلدا بسبب نزول يا أبو كلبي. خذ واحد بيبسي، أموت وأنا معاي بيبسي على الأقل. أيوة هذا سلاح سكار يا رجال، جيب واحد سكار. والله باخذ اكثر كميه اقدر فيها من القنابل يا شباب، القنابل مره مهمه في السكوادات. لا لا لا، اوكي اوكي اوكي، شي ماشي. يا هو خلصني خلصني، بل بل الجلد ولا بل هذا وين طلع يا جماعه؟ سمعت صوت البحر، والله صدمني يا رجال. شت هو فوق. لا 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 يا حبيبي، الوضع سيء صار، جلدوني جلد يا شباب. اول جيم قاعد يحمي ترى. والله شباب نزلت بالمدينه بس ما في احد نازل فيها يا جماعه، والله مو مثل الحاويات. والله مدينه ممله يا جماعه، لحين ما لقيت فيها احد، مدينه مو من مستواي، انا ليش نزلت فيها؟ ايوه والله، لا لا لا، اخيرا الاقي واحد. وينها؟ سلام عليكم. سيارة سيارة، الله يا طيارة، وين البكج يا اخي؟ خلصيني. تخيل يا شباب وانا اسوق اضغط زر اللي يطلع بالغلط. لا خلاص احترفنا يا جماعة. ايوه هذا البكج، حط التيربو يا رجال. يا جماعة والله مرة بعيد. يا رجال حط التيربو المضاعف. بس والله يا جماعة لو يطلقون علي وانا بنص البحر كذا انجلد صح. ان شاء الله تعبي ما يروح الفاضي يا شباب والاقي سنايب. اوم اوم انا ابي اوم. اخ عطني واحد اوم يا رجال. شن هالدحر، الله تعبي راح الفاضي. الله الحمد لله على كل شيء. وعندي ليزر يا جماعه، انا صراحه ما اعرف الليزر يا جماعه، يقولون ان الليزر يخلي طلقاته كلها تروح عند الخصم، هل الكلام هذا صحيح؟ والله عيب يا ابو فله، كل واحد وباقي بالجيم 25 عيب. خلاص لازم نجيب الجيم علشان الجيم هذا يكون حلو. ديم هاي دي 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 هذا هو. ايوه هذا هو. واو واو واو، ام سوري، ليه ما رميت؟ ليه ما رميت قنبله؟ ضبطها صح ضبطها صح. لا لا يا يا ادمي يا اوكي جبت العيد. الله يستر الله يستر، ان شاء الله ما حد يطلق علي يا اخي، اقسم بالله اني واحد زبان. ولا سكوبيت كفو. واو دام اوكي، الان عندي ثلاثه قنابل. حسن قبل الدرع مستخدم قنابل. يلا يا جماعه على سكول 100%، في ناس سكول. هيا ايها التيربو المضاعف. واو نطلع الان ناخذ وضعيه. كان يطلق على منو؟ كان يطلق على منو هذا؟ ايوه خويه خويه خويه، وينه؟ اطلع يا خويه يا اخي، يمين خلنا نجازف شويه. طيب دقيقه، اللي طيحته ما مات الى الان ليه؟ مات اوكي مات مات، يعني خويه مو موجود يا جماعه، خويه اتوقع هذا لحاله.
يا الله هذا وين سحب يا جماعة؟ أبي الحين بلاقي جنطته وينه؟ لا 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 لو فنشته بكفر كان أحسن. يا حبيبي هذا وين راحت جنطته؟ استغفر الله. الله خرى علي يا رجال، الحين تلاقيه قاعد يطالعني يقول أحسن ما راح تلاقي الجنطة. الله ياخذك والله واحد وسخي. أوه في طيارة هنا يا جماعة، والله أنا أقول أنتظر الطيارة لأن معي يا جماعة سكوب 8. امشي يا رجال والله معي سكوب 8 يا رجال، حرق ابي سنايبر على الاقل. هيا ايوه التيربو المضاعف المضاعف بال. والله في فايت قوي يا جماعه بسكول. واو 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 يا الام واو اي والله لا اروح ادرم عليهم. زين من الام الخرافي مالي. قنبله صديقي هنا، دقيقه انطر ليه الثانيه الاخيره عشان لا يهربون. ارمي واحد قنبلة هناك. واو الجلد انا الاحتراف عشان اندرع. الحين عملية الدخول. طيب في واحد داخل يا جماعة، احنا شو نسوي؟ ناخذ واحد بنادول الدرع. تخيل يطلع 3-2. حسن لا تستعجل والله تندم، تقعد تصارخ بعدين المشاهد يتفل على وجهك يقول انت واحد فاشل. والله المشاهد كان راح يتفل بوجهي شويه وكان راح يتفل بوجهي. اي في واحد ثاني. يطلع يطلع اذا في واحد ثاني. اوكي ما في واحد ثاني. لوت يا رجال الحمد لله والله تلويت طيب يا اخي. ما في احد عنده سنايبر؟ طيب ها دايم والله هذا القناع جميل خلنا ناخذه. والله اليو ام بي يا جماعه خلاص ما ينفع لازم سنايبر. طيب خلنا ناخذ يا جماعه السلاح هذا ميني ما ادري شنو، نحاول نستخدمه يعني نمشي حالنا فيه ونحط فيه سكوب. اتوقع ينركب فيه سكوب 8 صح؟ اي يرتب يعني نمشي حالنا فيه يا جماعه عشان لين يطلع لنا سنايبر. الباكج وين كان يا شباب؟ والله نسيت امه. اوكي شباب وصلنا عند الزون الصغير، الان لازم ما ادرعم بس بروح اشوف الباكج يعني ابي اقوي ابي سنايبر يا جماعه. انا اسف. ايش هذا؟ ايش هذا الايم يا؟ لك انت عندك اوكي يا جماعه وضعيه الانسحاب التكتيكي. حبيبي خليك نازل لا تحاول تهرب. ما ادري هذول منو خويهم بس انا راح ادخل الزون. هذا بيهرب. اوكي في طلق قدام، هذا خليته لان اتوقع ما حد راح يجي صعب. اوكي يا جماعه الان وضعيه السدحه، الان وضعيه السدحه يا جماعه. ديم شوف يا بعد الزون ديم. ها شفته يا جماعه بس شلت سكواد حلو. او شيت او شيت في واحد بعد في واحد ثاني او شيت ما نيجا او شي ما نيجا وات ام اي دوينج ما نيجا. ايش فيني قلبت انجليزي؟ خليني اروح الوت. شباب ابي منكم سنايبر يا شباب. هدي ايزي بيزي. خلاص يا شباب وقت المزح خلص، الان راح العب صراحه بكل قواي بكل تركيزي بكل كل ما في قلبي. يا رجال ابعد عني خليني ارجع مفسخ لربما يرجع لعبي. والله يا جماعه ما ادري ايش كله ينزل بالحاويات بس حاويات امتع شيء. في واحد نزل هنا، في واحد نزل باسوأ سلاح والله لا اشيلهم كلهم بس سلاح.
عمي سكوب 8 من بديت اصور الى الان كله يطلع لي سكوب 8 وما يطلع لي سنايبر. ايزي بيزي. شباب لقيت اخوي بالرضاع. واخيرا يا جماعه السلاح يا رجل. اوكي سد داون انت بعد. خذوا كلاتي. يا ولد يا ولد دقيقة السكوب هذه زبال مرة. دقيقة خذوا كلاتي خذوا كلاتي يا جماعة. أنا ليه يا الله غلط ذبحوهم وخذوا كلاتي. أوه في ناس تانيين. طيب شت أوكي ما في واحد فيكم كذا فجأة عنده سكوب ولا سكوب. طيب يلا واحد ثاني كذا عنده سنايبر يا رجال. سكوب 8 ثاني ما شاء الله. اوكي شباب شوفوا الجلد 5 كل الله وكيل. بس وقت لما يكون عندك سلاح ووضع تمام يعني مو سكواد حواليك ولقيت سلاح وما لقوا سلاح يجدوا لك جلد يا رجال. الان لازم اركز والعب عدل سيف ونفس الوقت تركيز. اوكي يا قنبله وكار. اوه ثانك جاد اخيرا سنايبر يا جماعه. هرمنا من اجل هذه اللحظه سنايبر ونحط فيه ام 8. اوكي لازم اركز واجيب لعيونكم قتلتين او ثلاثة بالسنايبر. اوكي ادي شوية السرعة. احنا قربنا فنكمل كعابي. مستحيل هناك متربصون. مستحيل اين انتم ايها المتربصون الاوغاد. شباب والله دام اني فاضي والباكج بنص الزون خلني اعطيها وضعية التربص. انا اكون متربص دام ما في متربص. كفو والله والزون داخل بعد اموري تمام يا جماعة. في واحد قدام قاعد يتحرك يا جماعة. تعال الباكج تعال خذ الباكج في اوم تعال خذ. خذ السيارة. حلو انا احب الناس اللي كذا. شباب بعطيه هيد. ما يدري اصلا ويني حتى. يا مسكين قاعد يقول الحين بنفسه انا ليش جيت الباكج هذا يا ليتني كملت الجيم. لا يلا. حلو بس ما ابي الاشياء الباقية. خلينا نشوف الباكج. اوكي جيب هذا. اوم جيب مي ذا اوم مان جيب مي ذا اوم. اوكي عندنا اوم يا جماعة. اهم شيء اني جبت كلب شو اسمه. اهم شيء اني جبت كلب اللي شو اسمه بالكار. اوكي الان بجيب لكم كلين يا جماعة بالاوم. اوكي وضعي جميل يا جماعة. لقيت الحشائش السافانة اللي تخليني ما حد يشوفني. طبعا السكن هذا يا شباب اسميه حشائش السافانة ما ادري ليه. اوكي الزون الثاني بعيد فلازم نكمل وضعية الحلزون وندعس شوية. يا حش هيا حرك حالك. يلا واحد اثنين. شباب تعبت من كثر السحب على الارض يا اخي. ادري مو انا اللي قاعد اسحب بس اصابعي تعبتني. لا شوف هو اهم شيء اني طيحت واحد منهم. الان يمديني اروح الزون وانا مرتاح. اوكي شت. ما جبته كيف؟